لكن ميسي اليوم هذا الموسم اظن في احسن احواله، تخلص اولا من ضغوطات، يعني كانت عليه ضغوطات قبل استمر في كاس العالم. كاس العالم اكيد، انا كاس العالم كانت ضغوطات عليه بشكل اكبر، لكن وصوله لنهائي مع الارجنتين ربما خفف عليه اكثر من الضغط، عدم لعب المباراة المنتخب الودية زيادة على أخذ قسط من الراحة على غير حتى الإصابة، أنه تبين أنه جاهز وعنده رغبة، كانت عنده رغبة من أول مباراة أن يريد أن يلعب، يسجل، يمرر، يبدو كما قال أشرف سعيد في الملعب، وهذا شيء مهم بالنسبة للبارسا.